زي ما شايفه سلوجن كده ريتنج ثرو هيستوري، جري عبر التاريخ. مصر بلد الحقيقه بلد سياحيه، مزج السياحه مع الرياضه حاجه مهمه جدا. الايفنتات الرياضيه لما بتتعمل ليها برضو غرض اخر انها تبين مصر بشكل جميل. الاجانب لما بيجوا هنا مش بيجوا بس عشان الرياضه، ده هم بيتحججوا بالرياضه عشان يجوا يشوفوا مصر. فالحقيقه مطلوب ان يكون في ايفنتات اكتر من كده. مصر فعلا بتنظم بطولات كتير قوي قوي الفتره اللي فاتت، انما نقدر ننظم اكتر كمان. هو الايفنت ده شركه تراي فاكتوري مكونه من مجموعه محبي الجري، وبداوا كشباب بيجري بس يعني مش، ولما لقوا فيه اهتمام بهذا النوع من الرياضه عملوا شركه، وقانون يعني كبروا الشركه حتى يعني قانون بيلزمهم ان تبقى شركه مساهمه مش شركه عاديه يعني. فعملوا مجهود وتعلموا وشافوا بره ماراثونات، ودلوقتي بينظموا ماراثون عالمي. انا شايف الماراثون تنظيمه هايل، وكل سنه العدد اللي بيشارك بيزيد. ولو بصيت في يعني في الشباب اللي موجود معظمهم مصريين، في شويه اجانب من الجاليات الاجنبيه اللي موجوده في مصر، لكن معظمهم مصريين، فدي حاجه حلوه ومشجعه. طبعا دي حاجه مختلفه جدا، احنا بنعمل ماراثون في اهم منطقه اثريه في العالم، منطقه اثار الهرم اللي فيها هرم الملك خوفو احد عجائب الدنيا السبعه. احنا بنشجع السياحه الرياضيه، احنا طبعا معتادين على السياحه الثقافيه اللي موجوده منطقه اثار الهرم، لكن لما تعملي سياحه رياضيه جديده، وعلى فكره الفراعنه كانوا هم اول ناس عملوا رياضه في الدنيا كلها، ده كله ده مسجل على جدران المقابر، على جدران المعابد. لما يجي احفاد الفراعنه يعملوا الماراثون بتاعهم في منطقه اثار الهرم، ده امتداد للحضاره المصريه القديمه. احنا طبعا شركه من القطاع الخاص، بس بدون التعاون مع القطاع العام عمرنا ما كنا هنعرف ننفذ حدث بالحجم ده. الرئاسه طبعا ووزاره الشباب والرياضه، وزاره السياحه والاثار، هيئه تنشيط السياحه، اتحاد العاب القوه، الصراحه لسته طويله جدا، والدعم من الدوله بشكل عام يعني مهم جدا في تنفيذ الحدث، مش بس في تنفيذه، بس في يعني ان هو بياكد انه يطلع بالشكل ده. ويعني طبعا احنا هنا النهارده زي ما بقول لحضرتك النسخه الخامسه على التوالي. لما ابتدينا السباق ده في 2019 ما كانش حد ممكن يتخيل ان هو هيكبر بالحجم ده، وده فعلا يعني لازم نقول ان يعني الدوله لو ما كانتش ورانا ما كانش عمره هيكبر بالحجم ده. تراي فاكتوري من احسن الجروبات اللي بتنظم سباقات في مصر، والميزه فيهم ان هم بيكرموا المتسابقين وبيكرموا كبار السن وبيكرموا معظم الفئات العمريه، ومن المزايا اللي فيهم برضو ان هم بيعملوا في اماكن كويسه سياحيه جميله. يعني بص شايف الهرم حوالينا، والاجانب بتبقى مبسوطه قوي بالسباقات اللي بتبقى في الحتت دي. دي ثالث سنه ليا، والصراحه كنت بفكر ان انا ما شاركش لان انا لسه مخلصه السباق ايرون مان مصر، ومفروض ان انا يعني في فتره راحه، بس برضه يعني قلت لا لازم اجي ولازم اشارك. دايما التنظيم بتاعهم سبوت اون، بيبقى دايما في ايد ستيشنز فيها ميه، فيها الكترولايتس، دايما في فولنتيرز، الريجستريشن بيبقى سهله. يعني الصراحه هم دايما التنظيم بيبقى هايل. انا شايف المشاركه مشرفه لان الاجانب شايفين ان هم بيجروا وسط الريس ثرو هيستوري، يعني زي ما كان سيف فوزي بيقول اورجنايزر، اللي هو قدامه الاهرامات الثلاثه وقدامه الصحراء وقدامه شايف ان هم الحضاره السيفيلايزيشن اللي اجدادنا الفراعنه بنوها من 4000 و5000 سنه.